السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارف كأس العالم على الانتهاء خلاص يا جدعان. كأس العالم ما بيجيش كل 4 سنين، حرفيا كان كأس عالم ممتع من أوله لآخره. تخيلوا يا جدعان، كنا بنقول باقي على كأس العالم 300 سنة ولا 300 يوم، بعدين كنا بنقول باقي 20 يوم، بعدين دلوقتي بنقول باقي 4 ولا 5 أيام على نهاية كأس العالم. يعني دي بقولها وأنا قلبي بيتقطع، وطبعا طبعا فجاي أحلل ما قبل النهائي، يعني بقول ما قبل النهائي كمان ولي قلب أقولها. ما قبل نهائي كأس العالم هنحلله بالورق والقلم زي ما احنا شايفين، جايبين التليفون بتاعنا الجميل، وهنحلل بقى ازاي منتخب الارجنتين وميسي ينتصر بكأس العالم ويظفر بيه، او ازاي منتخب فرنسا برضو يظفر بكأس العالم لاننا محايدين. هنحلل اللي المفروض يحصل في الماتش علشان نستمتع فيه، او المفروض يحصل في الماتش عشان ميسي حتى يكسب او فرنسا حتى تكسب، ونشوف نقاط الضعف والقوة للاتنين، واحنا بنحلل وعلى الله بقى خالص. فعلشان عندنا كلام مهم، خليك مع الانترو. انا يا جدعان قبل ما نتكلم في اي حاجة، شكرا لمنتخب المغرب. ان شاء الله الفيديو ده بيتصور قبل مباراتهم طبعا بتاعه كرواتيا والمغرب. هصور لكم ان شاء الله شورتس قصيره كده قبل المواجهه على طول، هتكون نزلت اصلا، والفيديو ده هينزل بعد الماتش ده. اتمنى يكون المغرب، لاني مش هقبل باقل من المغرب يكون في المركز الثالث على كأس العالم. رفعت راسنا لدرجة اللي احنا بقينا بنقول وهنقول وهنتنينا نحكي ونتكلم على جيل المنتخب المغربي ده. خليتونا نقول ازاي منتخب عربي ما يصعدش نهائي كأس العالم. تخيل معايا عزيزي المشاهد ان في منتخب عربي خلى جمهور العرب كله زعلان انه مش صاعد لنهائي كأس العالم. فشكرا اسود الاطلس، عملتم مواجهة كويسة قدام فرنسا ومبابي ومرابط اللي ان شاء الله هيروح نادي كبير ان شاء الله في الانتقالات ديت. وكمان ياسين بونو، في انباء ان بايرن ميونخ عايزاه بدل اصابه نوير، فهنشوف، او ليفاكوفيتش الاثنين، يعني يا بونو يا ليفاكوفيتش هيروحوا البايرن لان نوير اتصاب خلاص يعني. فشكرا للمغرب، وشكرا ليكوا يا اسود على اللي انتوا يعني الشرف ده والله العظيم. شكرا كمان مره والله العظيم. طبعا بقى يا جدعان احنا جايين نتكلم ما قبل النهائي، فبقى خليكم معانا في التحليل. ايوه يا جدعان، زي ما انتوا شايفين كده ان منتخب الارجنتين هيلعب بنفس خطته قدام هولندا 5-3-2، ده المتوقع خالص لان الماتش حرفيا هيبقى متقفل، الا بقى لو فرقه ضربت جون في الاول كده وتفتح المواجهه على طول. ولكن زي ما انتوا شايفين 5-3-2، وكم مولينا بيزيد قدام كده في الجبهه ديت كده خالص مع دي بول، فكانت بتتحول ل 4-4-2، او كانت حتى بتتحول لما كان اكونيا بيزيد ل 3-5-2. وحرفيا ميسي ما كانش بيبقى خالص هنا، بيبقى هنا 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 في كل حتة في الملعب زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، ولكن هيلعبوا ب5-3-2 ده المتوقع. وفرنسا كالعادة هتلعب بالتشكيلة اللي هي بتلعب بها على طول 4-2-3-1. علشان بقى منتخب الارجنتين يكسب لازم يلعب بخطة 5-3-2، ده حرفيا خطة مثالية خالص لان مبابي ده يا جدعان هو ده كلمة السر بتاعت فرنسا. فعلشان منتخب الارجنتين يكسب لازم يمسك مبابي كويس. وفي الناحية المقابلة احنا بنتكلم دلوقتي على فرنسا وازاي الارجنتين تحد من خطورة مبابي، لان طبعا لو فرنسا عايزة تكسب لازم تمسك ميسي، يعني يعملوا بس كماش على ميسي، بس هنيجي دلوقتي. فعلشان بقى نحد من خطورة مبابي لازم نقفل المساحة اللي انا هعملها لكم دي كده كلها على مبابي، ولازم تكون متقفلة على مبابي كويس، لان حرفيا هو لو خد المساحه اللي انا عاملها لكم قدامكم ديت على طول الله يعوض حرفيا يعني. فمبابي اتوقع اللي هيمسكه هيبقى دي بول من الناحيه ديت، ومولينا كده بيزيد، فممكن ما تلاقيهوش في الادوار دي قد كده اصلا يعني، فممكن يكون قدامه مبابي معاه الكوره، فهتلاقي دي بول ماسكه روميرو هيبقى معاه الناحيه الثانيه على كده، وفرنانديز معاه نازل كده مغطي التغطيه ديت كده قدامه على مبابي، فيبقى
عليه 3 لعيبه بالظبط كده. ولكن بقى يعني بلاش نعمل كده، بلاش منتخب الارجنتين يعمل كده ويمسك بروميرو وديبول بس، لانهم الاثنين كفيلين بمبابي. علشان حرفيا انت لو سبت مساحه لديمبلي اللي انت ناسيه سريع من الجبهه ديت خالص خالص، برضو انا اظن بالنسبه لنا الجبهه الشمال بتاعه منتخب الارجنتين انا شايف انها قويه شويه خالص، لان فيها اكونيا مش بيزيد، واكونيا كويس كويس برضو. والجبهه اليمين بتاعه منتخب الارجنتين ضعيفه شويه لان مولينيا بيزيد. بالنسبه لي 5 3 2 كويسه خالص الارجنتين. ليه؟ علشان انت هتلاقي اللي يسد ورا مولينيا، وهتلاقي اللي يسد ويمسك امبابي ويمسك فوفانا ويمسك حتى جريزمان. البص جريزمان المهاجم الثاني بتاع الفريق اصلا، يعني هو مش بلاي ميكر خالص، هو مهاجم ثاني، فممكن تلاقي جيرو هو اللي نازل وتلاقي جريزمان هو اللي بيحط الجون، شفناها في كذا مره عملوها منتخب الفرنسي. وطبعا جيرو برضو اللي ما بيجيبش الاجوان السهله، بيجيب الاجوان الصعبه برضو، ده خطير وسلاح فتاك خالص لمنتخب فرنسا. فلازم منتخب الارجنتين تاخد بالها، مش معنى انها تمسك امبابي تقوم ماسكاه باربع لعيبه ولا حاجه وتسيب مساحه لجريزمان، وتسيب مساحه لجريزمان وجيرو اللي من الناحيه ديت وديمبلي الخطر. يعني ديمبلي اظن يعني بص، هو اكونيا يقدر عليه، لان اكونيا مهماته الدفاعيه اكتر من مولينا، لان مولينا بيزيد وهو محرك اللعب اصلا، لان مولينا بيزيد وهو محرك اللعب بتاع الجبهه دي على طول مع الرائع والوحش دي بول حرفيا يعني. فخمسة ثلاثة اتنين يا جدعان دي كويسة خالص. انا ممكن نحولها لاربعة ثلاثة ثلاثة او اربعة اربعة اتنين باننا نطلع روميرو. بالنسبة لي روميرو هو اللي يطلع مش مارتينيز، لان مارتينيز هيبقى جامد، فنطلع روميرو وننزل مين بقى؟ هننزل انخيل ديماريا الناحية ديت علشان يساند ميسي، علشان يساند ميسي والفاريز يضم كده عندنا يا باشا، الفاريز هيضم كده يا نجم. وبعدين بقى يوم جاي عامل ايه برضو؟ مطلع الفاريز بلاش يطلع الفاريز، لانه الفاريز حرفيا بيخلص على لوتارو مارتينيز بمراحل، يعني بمراحل مراحل مراحل يعني. فهيطلع كده كده باراديز، هينزل باراديز طبعا، ويطلع بالنسبة لنا دي بول يبقى برا، وباراديز بيلعب واخد الناحية دي كده كلها علشان الارجنتين تكسب وتحد من خطورة فرنسا، وتحد من خطورة ايه؟ فرنسا. يجي بقى علشان المنتخب الفرنسي ده كده، علشان منتخب الارجنتين تكسب او تحد من خطورة امبابي الاتنين مع بعض. يجي بقى علشان منتخب فرنسا يكسب يعمل ايه بقى؟ شايفين ده؟ شايفين اللاعب ميسي ده هو كده؟ انا عايزين كل اللعيبه تمسكه بقى، لان ميسي حرفيا في الفتره دي مع الارجنتين هو ما بيلعبش هنا ولا بيلعب هنا ولا بيلعب هنا، لا يا باشا ده هو بيلعب في كل مكان في الملعب، ده كمان بينزل يستلم من بعد نص الملعب ياخد منك الكره يا باشا يطلع بيها يبصها بص سحري كده، شفناه عمله على طول بص سحري بص سحري بص ازاي، ولا شافه بيجري ازاي موليني اصلا ما تفهمش، هو لعبها وخلاص لقاها قدام الجون موليني عم جاي حاططها جون على طول يعني. فهو بص سحري حرفيا، وميسي مولع وميسي مبدع. نادل بس التشكيله كده زي ما طبعا بقى ميسي يا جدعان مش عارف بقى اعمل لكم كده على ميسي. ميسي حرفيا في المنطقه دي كده كلها، ميسي حرفيا يا جدعان شايف المساحه اللي انا راسمها لك دي كلها حرفيا حرفيا يعني ميسي بيجري فيها حرفيا، يعني ميسي ده هو بيجري في المساحه دي كلها. فانت ما تفهمش بقى تخلي فوفانا يمسكه، تخلي كوناتي يمسكه، تخلي فاران يمسكه، ما تفهمش، ولا حتى كوندي يمسكه. فانا ما تعرفش بقى منتخب فرنسا تعمل ايه. انا بقى جاي اقول لمنتخب فرنسا تعمل ايه علشان حتى تحد بنسبه بسيطه من خطوره ميسي لو عايزه تكسبه. شايفين ميسي كده؟ يسيبوا عليه مثلا تشاوميني، يجي تشاوميني كده يمسكه مان تو مان معاه، لان تشاوميني هو حرفيا اللي في جي يعني، هو ممكن هو اللي يمسك ميسي كده، وهو حظه تشاوميني انه راح ريال مدريد في عدم وجود ميسي يعني، فحرفيا اللي يقدر على ميسي هو في الحته دي تشاوميني، لازما كده يبقى الرقابه لصيقه مع ميسي. للاسف يا جدعان هرنانديز وواجباته الهجوميه اكتر، ودي هتساعد المنتخب الفرنسي انها تلعب على طول لجيرو الفنان او جريزمان حتى اللي بيفوق مع منتخب فرنسا، وبتلاقي اسلوبه وتلاقي اداء خالص لجريزمان، بيبقى جريزمان تاني خالص عن بتاع النادي والله العظيم يعني. فبتلاقي جريزمان هنا لازما برضه منتخب الارجنتين يحد من خطورته، هو وديمبلي اللي انا قلت لكم واحنا بنشرح اللي اكونيا هيقدر ممكن يكون يقدر عليه عادي يعني، وكوندي الصلب دفاعيا برضه. فانت ممكن تلاقي اللي بيمسك ميسي هم تشاوميني وكوناتي، بيبقى الرقابه الصلاصيه
لصيقه لصيقه يعني لصيقه كده زي ما كنا بنشوف لما شفنا مع منتخب هولندا كان ممسوكه رقابه لصيقه لصيقه يعني تلزق فيه كده على طول وهتلاقي ميسي بيعدي برضه عادي يعني خالص. فلازم علشان منتخب فرنسا يكسب يعمل الحاجات اللي احنا قلناها ديت ومبابي هو هيقوم بالواجب طبعا لان مبابي هو اللاعب الاساسي في المواجهه ديت ومبابي هيبقى الكل في الكل في المواجهه ديت هو وليونيل ميسي. فلازم علشان بقى الارجنتين تكسب وتحد من خطوره مبابي لازم بتلعب بخمسة تلاتة اتنين على طول ولازم فرنسا علشان تكسب وتحد من خطورة ميسي تلعب بتشكيلتها الرئيسية 4-2-3-1 والفرقتين كنا بنشوفهم في كأس العالم كله أصلا يعني الفرقتين الاتنين كانوا بيسيبوا للخصم الاستحواذ والكورة بس بعد ما يعملوا اللي هم عايزينه اللي هم عايزينه اللي هو عبارة عن ايه ان هم يجيبوا جون ويناموا عليه ويلعبوا على المرتدة لان منتخب كرواتيا حرفيا ما كانش مصدق اللي بيعمله قدام الارجنتين ماسك كورة منتخب كرواتيا حرفيا ما كانش مصدق. الارجنتين بتسيب الاستحواذ للمنافس وكذلك فرنسا بتسيب الاستحواذ للمنافس فانا بالنسبه لي يعني الماتش ده هيبقى مقفل الا لو فرنسا نتشت جون في الاول الارجنتين هتفتح المساحات وهتغير ال 5 3 2 وتلعب ب 4 3 3 او تلعب ب 4 4 2 او حتى تلعب ب 3 4 3 او حتى 3 او حتى 3 5 2 قدام هتلعب وتفتح المساحات بتاعتها وكذلك فرنسا برضو لو الارجنتين جابت فيها جون هتلاقيها ماسكه مبابي ولعبه عليه الفيديو ده هينزل بعد ماتش المغرب وكرواتيا ونكون كلنا فرحانين وزي ما قلت لكم هنزل شورتس بسيطه كده عن توقعاتي لمن سيصفر بالنهائي في الاخر بعد التحليل ده كله وتوقعاتي برضو عن مين هياخد المركز الثالث وان شاء الله ان شاء الله نتمنى للمغرب كل التوفيق اللي رفعوا راسنا يعني ودي كانت ما قبل المواجهه. اتمنى الفيديو ده يعجبكم بقى يا جدعان فخلاص هانت على 2000 يا جدعان شكرا شكرا وصلنا 1700 خلاص فاضل يعني 300 واحد وان شاء الله نخليهم اقل من 300 واحد ان شاء الله على 2000 وهنجيبهم وانا واثق في ربنا ثم فيكم كده اكون خلصت الفيديو بتاعنا ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وصل الفيديو ده ل 50 لايك وتروح على تويتر بتاعنا اللي في هناك هنزل حساباتي عندك اخر الفيديو واسيبها لكم في لينك الوصف واستنوا الفيديوهات كده واجدد سلام.